السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم في سعيدة كويزين راح نديروا مع بعض خبز. هذا الخبز هذا هايل صراحة، نتمنى تجربوه. يحتاج كمقادير 3 كيسان فرينة. انا درت بهذا الكاس، انتي ديري بالكاس اللي حبيتي. قلت 3 كيسان فرينة، 3 مغارف بودرة الحليب بالمقدار بهذا المغرف، ملعقة اكل، 3 مغارف. نحتاج مغرف كبيرة خميرة ومغرف صغيرة سكر، ملعقة أكل وملعقة تاع قهوة كشوي كبيرة تاع ديسير، وحدة خميرة وحدة سكر. نحتاج الملح، 3 مغارف زيت، أنا درت زيت زيتون وانتي ديري أي زيت تحبيها. نحتاج شوية سينوج ونحتاج الزبدة. الزبدة من بعد نقولك شنو نديرو بها، ما نحتاجوهاش درك. نحط كمية تاع الفرينة ونزيد لها داك الحليب، بودرة الحليب. نزيد لها شوي ملح، الملح على حسب الذوق. راح ندير المغرف هذي هكا. الماء نحتاج 2 كيسان، نفس الكاس اللي كيلتي به الفرينة هو اللي تكيسي به تكيدي به الماء. نحيو شويه منه من الكاس ونزيدوه الخميره، نخليوها تتفاعل. ندير السينوج، حوالي مغرف بهذا المقدار، وصلت 3 مغارف زيت. وركان نبدا نخدم بيدي، نصب الماء بشوي. نصبوا المقدار هذاك تاع الخميره بعد ما تفاعلت. هكا العجين راح يجيك، هكا نبداو نعجنوه. دونك بغيتي تعجنيه بيدك ولا ديريه في البيضخه، انا نديه نعجنوه في البيضخه. دونك راني خلطت لك هكا باش تشوفي القوام تاعو. اذا عجنتيه في البيضخان ديرو 3 دقائق. بعد عجنتها في البيضخان قلت لك 3 دقائق، انا عجنتها غير 2 دقائق، واذا عجنتيها بيدك عجنيها 4 دقائق، دائما بالدوبل. هنا لاباط كيما قلت لك والعجينه تجيك تتلاصق كي تجي تعجنيها باليدك بشويه زيت ولا مارغرين، وعجنيها كيما مولفه تعجني باي طريقه. ومن بعد ادهني الصحن تاعك بالزبده ولا بالزيت وحطيها، غطيها بابي فيلم وخليوها تتخمر، ومن بعد نرجع نكملوا الخبز تاعنا. الخبز تاعي وتخمر فات 15 دقيقة. انا كل وحدة وكوزينتها وكل وحدة والجو اللي عندها. دركا ندهن شويه زبده، دايما دهني يديك بشويه زيت ولا شويه زبده، نديكازيو العجين تاعنا نخرجو منه الهواء. هكا
دركا نقصو. كما كتشوفي العجينه بتلاصق هكا، لازم يجيك باش الخبز تاعك يجي خفيف. وهنا الحجم تي كيما بغيتي، والشكل ثاني كيف كيف. نبدا نخدم مباشرة، تجيبي هكا تحليها بالطول، هنا نحتاجو الزبدة. الزبدة تكون طرية، تكون خرجتيها من الفريجيدار، تهزيها هاك بيدك وتدهني الوجه هذا كامل. تقريبا مقدار تاع مغرف صغيرة هكا، ومن بعد ترولي. هكا بهذا الشكل، وتخليها تكوتي وتزيدي تخدمي الاخرين. هنا عندي ديك اقتراح، كي تحليه وتدهنيه بالزبده لا بغيتي رشيه بشويه سكر وشويه قرفه، هذا اذا بغيتيه للفطور مع الحليب ولا السحور. تقدري ديري سكر وحده بلا قرفه. وترولي كيما درنا المرة الأولى، بعد كيما تقدري ديري شوكولا، تقدري ثاني ديريها حشوة مالحة، تقدري ديري فيوندا شي جاج خضرة أي حاجة. بعد تزيد كملي الكمية كاملة. دركا نحلو هذاك، نشكلو الباكيطة تاعنا. ناضغطي على لي كوتي برك، وفي الوسط خليه. وتكوني وجدتي مول تاعك، سواء المول لي سبيسيالمون تاع لي باكات ولا مول عادي، تدهنيه بالزبده وتهزي الخبز تاعك تحطيه. ودائما حطي الجهه هذه اللي قفلناها، هذه خليها لتحت كيما هكا. دركا بالموس نشكلوا فيهم خطوط. الموس لازم يكون ماضي. ندهنوهم بصفار البيض ونزينوهم بالسينوج ولا بالججلانية. ندهنوهم وتكب صفار البيض ونزينو بالسينوج ولا الججلانية ولا الزوج مع بعض ولا حبة الحلاوة، ونخديهم نزيدو تخمرو 15 دقيقة. ونكملو نشكلو الشكل الثاني. لا قلت كان الشكل كيما تحبي، ديري الاشكال اللي بغيتيهم، ظفره ديري براسلي اي حاجه. نفس الشيء ندهنوه بصفار البيض ونخليهم يزيدو يتخمرو بين 15 و20 دقيقة. في هذا الوقت بيان سور تكوني سخنتي الفرن تاعك، أنا سخنتو لدرجة 220 درجة. أوليكم الخبز بعد ما خرجتو من الفرن، خبز هايل يجي خفيف كالقطن.
ان شاء الله تجربوه، واذا جربتوه وعجبكم ما تنساوش ديروا جيم وابوني لاشين وتاكلوه بالصحه والهنا.